السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نهاركم مبروك والله يسخر الأمور يا ربي. مباشرة من مدينة تمارة، الأشغال متواصلة بالسوق البلدي وعملية الترميم متواصلة. بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش غتكون عملية الهدم ديال هاد السوق ولا المحلات اللي حداه حاليا. شي اخبار على عملية الهدم ما كايناش، اللي كاين هو انه كاين عملية كبيرة ديال الترميم ديال هاد السوق هذا. ملي كنوصلوا لهاد البلاصة كنشوفوا انه ما كاين لا ممرات الراجلين لا بلايك لا حتى شي حاجة. هنا عندنا رون بوان الاسباقية ماشي داخل المدار، اسباقية المليمن، لان لا قدر الله ملي كيتقاصوا شي جوج الناس هنا كيرجعوا للبلايك وحتى شي بلاكه ما كاينه هنا. كنتمنوا من الجهات المسؤوله بعد ما يعني تقدت الامور في هذا الشارع هذا من ناحيه ديال عمليه الاسفلت، كنتمنوا من الله يداروا البلايك اللي غادي يخليونا نشوفوا الحركه اكثر تنظيم في هذه النقطه هذه قدام صيدليه السوق، لان هنا دازت العمليه ديال الاسفلت ولات الصوره جميله. ركبوا الاعمده الكهربائيه، وقعوا حوادث سير هنايا مني كيجي الكوستاتور كيقول لكم الليمن هو اللي عنده الحق يدوز، يعني ما كانش بلاكه ديال القيف، ما كانش اسباقيه داخل المطار بحال هذا الشكل هذا. مع العلم راه كانت واحد الوقت ولكن ما غاداش تنفعنا في ديك الوقت اللي كانت فيه، يعني رجاء نردوا البال. كاين الناس اللي كيجيو يدخلوا للمطار وكاين الناس اللي كيوقفوا واخا يكون عندهم الحق كاع يدوزوا، يعني ردوا البال الله يجازيكم بخير، وهادشي كله من اجل السلامه ديالكم وسلامه الغير. الاشغال ديال السوق هنايا ديال السوق البلدي، عندنا اشغال في المسيره جوج كذلك ديال السوق، جيت محطه الوقود اللي في الشيكا، يعني كنشوفوا الاشغال مازال مستمره الحمد لله. كنتمنوا من الله تسريع الوتيره شي شويه خصوصا في المسيره جوج، لانه كنهضروا على كثافه سكانيه كبيره، كنهضروا على الناس باقي مساكن يعني باقي ما لقاوش البديل. كاين اللي مشكره محال، كاين اللي ما لقاش البديل كيلقى راسو مضطر انه يديباني باللي كان هذا هو اللي كاين. فكنتمنوا من الله انه دار حلول في هذا الباب هذا عما قريب. وكما كتشوفوا معنا هنايا في الرون بوان، يعني كاين ناس مساكن اللي كيوقفوا كادو الاسبقيه داخل المدار، وكاين اللي باش غادي باش ماشي، هذا هو اللي كاين. فنتمنوا من الله السلامه للجميع، وكنتمنوا من الجهات المسؤوله انه في القريب العاجل تحط لنا البلايك ديال هذا السيكتور هذا، تفادي لاي اصطدام اللي يقدر ياثر على السير العادي في المدينه. واحد النقطه خطيره صراحه اللي كنتاسفوا عليها، وهي المساله ديال الممرات الراجلين في مدينه تمارة شبه منعدمه. ممرات الراجلين بمدينه تمارة شبه منعدمه، وكأن عندنا قانون خاص في المدينة للأسف الشديد. والله العظيم الا شي حوجات ما مفهومينش، وفي شوارع اللي كيعرفوا حركة ديال الراجلين بزاف وبزاف، كنهضروا على النقطة ديال ميلانو، كنهضروا على النقطة ديال شارع محمد الخامس هنا، كنهضروا على شارع ادريس الأول، جيت التكوين المياني، جيت مخبزة أحود، يعني نقاط اللي الناس كتبغي تقطع الاتجاه ديال الاداره ما كتعرفش منين تقطع، بحكم ان حتى ممرات الراجلين ما كاينينش. يعني كاين امور اللي خاصها تقاد وتعالج، خصوصا حنا في فصل الصيف كنشوفوا تبارك الله في الهرهوره بالنسبه لتشوار الطرق تبارك الله داكشي هائل. كنشوفوا الوفاق في تمارة حاله خاصه، كنشوفوا عين العوده، عين العوده اللي في زعير تبارك الله حتى هي داكشي اللهم بارك. هنا في تمارة ما فهمتش شنو المشكل اللي عندنا مع التشوار الطرقي ومع هاد القضيه ديال ممرات الراجلين. كنتمنى من الله تكون شي التفاته في هذا الباب، لان كتنظم الامور وكتعطي واحد الجماليه. نتمنى من الله تكون شي حركه في هذا الباب في القريب العاجل. من امام مقهى الثانيه مدرسة الموحدين، الله يطلق سراح خونا حسن عزمي، والله يكمل كل شيء بخير في الملف ديال الودايا. للتذكير فقط، فتنويه كبير من نواب القبيلة في حق
والي شيء الرباط سال القنيطرة لما يبذلوا من مجهودات في ملف افراد جيش لودا. يشوفوا معايا انا اللقطه هذه، يعني من الطنوبيله البيضاء اضطر انه يوقف حتى دخل عنده من الطنوبيله الكحله، كانت منهم الله تقاد هذا المشكل. انا من تلقى شي واحد هنا بقيت انت وياه هنا، قلت منهم الله البلاك يداروا في اقرب وقت، الناس اللي دايزين هنا يردوا البال، لان الاسباقيه راه ماشي داخل المدار. هذا هو اللي كاين، رايتها ما تحطوا الاشارات وديك الساعه الله يسخر الامور. تهلاو ليا في راسكم في انتظار الصورة النهائية ديال السوق البلدي والسوق النموذجي للمسيرة جوج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.